ازاي التعامل مع يعني منافس قوي زي استاذ خالد لطيف برضو على امانه الصندوق؟ والله احنا بنحترم المنافسه وبنقول الجمعيه العموميه عليها ان تختار من يصلح في هذه الفتره لهذا المنصب. احنا بنتكلم دائما وابدا ال 12 فرد اللي متجمعين في القائمه بتاعتنا مش احسن 12 واحد في نادي الزمالك على الاطلاق، ولكن هم من وجهه نظرنا هم الافضل تجانسا مع بعض، هو الافضل اتفاقا على رؤيه ولهم استراتيجيه واليه عمل واضحه ليهم مع بعض، هم الافضل الفتره الحاليه، لان زي ما قلت لحضرتك كده احنا داخلين ب 16 ملف. لما نيجي نتكلم على الانشاءات واكتوبر ملف واضح جدا بالنسبه لنا، لما نيجي نتكلم على مرسى مطروح طبعا ده هتكلم معاك في اكتوبر باستفاضه دلوقتي، لما نيجي نتكلم على مرسى مطروح ملف واضح جدا بالنسبه لنا، لما نيجي نتكلم على العقارات الداخليه والخارجيه ودي نقطه مهمه جدا في الاستثمارات داخل نادي الزمالك ملف مهم جدا بالنسبه لنا، لما نيجي نتكلم على فكره تعامل مع الاعضاء داخل نادي الزمالك وتعظيم الاستفاده من كارنيه النادي، ازاي كارنيه النادي دوت يعمل لك تامين طبي، ازاي كارنيه النادي دوت يعمل لك تخفيض في الادويه، ازاي كارنيه النادي يعمل لك تخفيض في الفنادق في الطيران، فالتعظيم من الاستفاده من كارنيه نادي الزمالك بداتوا فيها اوريدي يعني. احنا بدانا بالفعل نبدا نعمل بروتوكولات، ازاي برضو ان احنا نعمل مكان اخر غير مرسى مطروح. انت عارفه مرسى مطروح لما انا حسبتها بنخدم 7500 فرد من 400,000 فرد. لا رقم غريب جدا. يعني لما حد يقول مصيف مرسى مطروح اعتقد ان 75% من اعضاء النادي ما روحوش مرسى مطروح خالص. فبالتالي لا احنا عندنا حاجه ملحه ان احنا نكبر مرسى مطروح. يعني هذه حقيقه المحافظه الساحره والمدينه الساحره، وان احنا ناخد اماكن اخرى ونعمل مشتى برضو لنادي الزمالك بحيث عضو نادي الزمالك يجد خدمة حقيقية. لما يكون عندنا إمكانية نعمل لهم حج وعمرة على سبيل المثال، أو سياحيا حاجة ده خارج مصر أو داخل مصر، يبقى لازم نفيد عضو نادي الزمالك. طب وأنا بتكلم كده بتكلم على إيه؟ لأن إحنا عدد كتلة، ولما نيجي نتكلم بلغة الأرقام ونقول إحنا عندنا 400,000 فرد، ده كتلة بشرية كبيرة جدا نعرف نتفاوض بيها مع كل الجهات والهيئات دي. بالظبط. لو قلنا الكلام ده كلام دلوقتي انتخابات واحنا ما حطيناهوش قدامنا على الورقه وقسمنا لجان معنيه بيه ان هي تروح لجان الاجتماعيه هتروح تتفق هنا وهنا وهنا، يبقى احنا بنقول اي كلام. عشان كده بقول لحضرتك احنا خدنا وقت كتير جدا واحنا بنعمل برنامجنا الانتخابي، خدنا وقت كتير جدا واحنا بنضيف الافراد الخاصه بالقائمه. وبالمناسبه انا بقول ال 12 دول من معرفش حوالي 58 مرشح تقريبا او يعني مش متذكر، ال 12 دول علاقتهم بالباقي من المرشحين علاقه طيبه جدا جدا جدا. بنشوف حاليا في نادي الزمالك بنقعد مع بعض المتنافسين وبنتكلم وبنقول وبنعمل. انا يمكن يعني الحوار الداخل نادي الزمالك ناس بتستغربه والصور الناس بتستغربها، في حاله جيده جدا جدا بتقول لي وبتطمن كل الناس ان اللي هينجح ينجح، ال 12 ينجح ينجح ربنا يوفقهم، ولكن يجب يفوز بهذا المنصب يستوعب الباقي كله لان كل عايز يخدم نادي الزمالك. بالنسبه لمصلحه الزمالك بخصوص فرع اكتوبر، فرع اكتوبر انا مش هقول ان ده الحلم، لان ما يصحش ان احنا في 23-24 لسه بنتكلم عن فرع اكتوبر، ده حلم، ده واقع حقيقي، واقع مدروس جدا. ان شاء الله باذن الله 18 شهر يعني سنه ونص يكون البارت 1 او الفيز الاولى المرحله الاولى من فرع اكتوبر تم الانتهاء منها، اللي هو الملاعب المكشوفه عشان نفرغ من ولادنا بقى اللي موجودين جوه النادي في تكدس فظيع داخل القطاعات المتعدده في كل الالعاب حقيقي يعني، ودي شكوى انها عامه بالنسبه لكل اولياء الامور، عشان نودي جزء كبير منهم لفرع اكتوبر، ونقدر برضه نعمل حمامات سباحه، ونقدر نعمل ان شاء الله كلاب هاوس برضه مبنى اجتماعي الناس برضه تقعد هناك وتستمتع. برضه انا عايز النقطه دي مهمه، لان احنا بنقابل كتير جدا ناس اعضاء في نادي الزمالك زعلانين من الزحام الشديد. يعني ممكن يقول مثلا قطاع حمام السباحه يستوعب 1500 المفروض في 4000، يبقى عندنا مشكله. كنا عملنا بروتوكول سابقا اثناء اللجنه، لما كنا في اللجنه المعينه برئاسه الكابتن حسين لبيب، عملنا بروتوكول تعاون مع ايرو سبورت نادي اخر تبع وزاره الطيران، بحيث برضو جزء من قطاع الناشئين عندنا يروح يتدرب هناك تحت اشراف الزمالك،
مدربين الزمالك، اداريين الزمالك، المكان بس اللي بره 100 عوبه او بره المهندسين، بنخفف الضغط بالظبط. فبالتالي دي كلها افكار، هتلاقي منها افكار سريعه جدا، يعني دي خطط سريعه المدى، وفي خطط اخرى متوسطه، وفي خطط اخرى لونج تيرم بقى اللي هو طويله المدى.